يستمر معبر رفح في استقبال المساعدات الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية، إضافة لخروج مزدوجي الجنسية وعدد كبير من المصابين من الأشقاء في فلسطين. ورغم عرقلة قوات الاحتلال دخول هذه الشاحنات من الجانب الفلسطيني، إلى أن البوابة المصرية ما زالت تفتح أبوابها لإيصال المساعدات. المزيد يستعرضه لنا الزميل كريم بيبرس، مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة لاستقبال المساعدات الإغاثية المختلفة، إما عن طريق المساعدات الأرضية التي تصل عبر الشاحنات الإغاثية، أو حتى عن طريق الطائرات التي تصل إلى مطار العريش الدولي. نتحدث إليكم من مطار العريش الدولي، حيث استقبل بالفعل عدد كبير من الطائرات، ولكن اليوم فقط وصل أكثر من 4 طائرات. نتحدث عن طائرتين من الأردن، طائرة من عمان، نتحدث عن طائرة من تركيا. هذه الطائرات ضمن أسطول كبير استقبله مطار العريش الدولي خلال الأيام السابقة وربما الأشهر أيضا السابقة لاستقبال المساعدات الإغاثية. نتحدث عن أكثر من 37 طنا بالفعل وصلوا إلى مطار العريش الدولي، يتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر المصري، إما للمخازن الخاصة بها في العريش، أو حتى تنتقل مباشرة عبر الشاحنات إلى معبر رفح المصري. نتحدث أيضا بالإضافة لذلك أن مصر لها ربما يعني السبق، ودائما هي صاحبة القضية الأسمى، القضية الفلسطينية، فأكثر المساعدات أو أغلب المساعدات التي وصلت بالفعل إلى الجانب الفلسطيني، أكثر من 70% هي بالفعل من الشعب المصري والحكومة المصرية. نتحدث عن شاحنات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، هذه الشاحنات التي بالفعل وصلت يعني صباح اليوم وجزء منها وصل مساء أمس، هذه القافلة التي انطلقت بالفعل من الإسماعيلية وصولا إلى العريش، وصولا إلى معبر رفح المصري، لتصل إلى الأشقاء في فلسطين، ضمن بالطبع عدد كبير من القوافل المختلفة التي وصلت بالفعل من مساعدات إغاثية. نتكلم عن مستلزمات طبية، نتكلم عن خيام، كل هذه الأشياء تصل عن طريق هذه المساعدات، عن طريق الطائرات أو حتى عن طريق الشاحنات. بالإضافة أيضا لسه ما زال معبر رفح المصري ما زال يستقبل المصابين من الأشقاء في فلسطين، نتحدث يعني ما بين 10 سيارات إلى 15 سيارة إلى 18 سيارة، هذا هو متوسط دخول السيارات يوميا ومتوسط دخول المصابين، بالإضافة أيضا للمصابين خروج مزدوجي الجنسية من الجانب الآخر. نؤكد مرة أخرى أن معبر رفح المصري من الناحية المصرية دائما مفتوح ولم يغلق على الإطلاق منذ يعني الحرب على قطاع غزة وعلى أشقاء فلسطين، فما زال المعبر مفتوح برغم ما يعاني منه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من ويلات القصف، وتحديدا في رفح خلال الأيام السابقة، إلا أنه بعد أن قصفت الناحية الأخرى من الناحية الفلسطينية الصالة الخارجية لمعبر رفح الفلسطيني، كان هناك يعني إشاعات عن إغلاق المعبر، إلا أنه من الناحية المصرية ما زالت تعمل ويدخل المساعدات عبر بوابة معبر رفح المصري.